السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأشخاص اللي جاي يعالجون نفسهم بالفيديو، أتكلم على البلس أكسيميتر شلون نستخدمه. نخلي بصبعنا بهاي الطريقة. هاي الـ SpO2 هي نسبة الأكسجين بالجسم، والله هذا الـ PR يعني البلس ريت، هاي عدد نبضات القلب بلس ريت. أما الـ SpO2 هذا معناته نسبة الأكسجين بالجسم اللي هي تكون طبيعية من 95 إلى 100. بس أنا من ساعة 97، هسه صار 96، 97، وشوف من القراءة الأعلى اللي يثبت عليها 97. هذا هو البرنامج، اسمه سامسونج هيلث. هذا جدا مهم، هو أصلي موجود بالجهاز، أجهزة السامسونج. طبعا بي عدة شغلات هنا، نبي الوزن، تخلي وزنك، سرعة نبضات القلب يقيس لك، تروح على الجهد، الجهد تنطي قياس يقول لك ضع اصبعك على المستشعر، ناخذ اصبعك وراح يبدي يقيس لك تشبع الاكسجين اللي هو نقصد بيه الاس بي او 2، نسبة الاكسجين في الجسم، ويقيس لك سرعة ضربات القلب في آن واحد. احنا اللي تهمنا هي تشبع الأكسجين أو الـ SpO2. تشبع الأكسجين هذا هو جاي تشوفونه، اللي هو 97، وعدد دقات القلب 93. هذا جاي يقرأ، كمل، راح ينطيك هسه. شوف هنا تشبع الأكسجين أو الـ SpO2 97، وعدد نبضات القلب 93، الباص رايت بام يعني نبضة. اللي الحلو بالبرنامج بشغلة ثانية حلوة أيضا، إنه جاي يشوفون هو هذا، نتخلى من الجهد، أكو جاي يشوفون هذا الرمز، هذا تدوسون عليه يعطيك تمارين للتنفس. هاي التمارين جدا مهمة للتنفس، تنطيه بدء، بس جاي يقول لك سوي شهيق، تاخذ شهيق، بس يقول لك سوي زفير، شهيق. هاي التمارين جدا مهمة، يعني سواء الأشخاص اللي بيهم كورونا أو ما بيهم كورونا يسوون هاي التمارين، ولا ما يكمل دورة التمارين يرجع ويقيس الأكسجين عنده، إن شاء الله ما يلقاه يعني مرتفع، في بعض الأحيان يرفع نسبة الأكسجين هاي التمارين. فيعني برنامج جدا مفيد.